أبنائنا ملائكة الرحمة في من انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على الدولة وسلطتها الشرعية، الانقلاب الذي جلب الدمار لكل اليمن واستخدم الحرب والحصار على تعز التي رفضت منذ الوهلة الأولى الإذعان للانقلابيين واختارت الوقوف في صف الشرعية وقيم الديمقراطية والمدنية، وعهدت الميليشيات طوال تلك الفترة على شن الحرب على مدينة تعز وحصارها من كل الجهات لأكثر من عام ونصف، مانعة عنها الدواء والغذاء وكل ضروريات الحياة في حرب ممنهجة ضد الإنسان.